إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يوجه أمته إلى الاستقامة والمداومة على الطاعة والثبات على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ونحن وقد انتهينا من شهر هو شهر طاعة وشهر إيمان وشهر قربات، فينبغي علينا ألا يكون باب الخروج من هذا الشهر إلا بابا في تثبيت العبد لربه، أو الرب لعبده، في تثبيت العبد نفسه على طاعة الله، في التثبت في الطاعة، في الإيمان، في القربات. لا ينبغي أن يكون الباب الذي خرج منه الإنسان من رمضان أن يكون خروجاً من الطاعات، لابد من الثبات والاستقامة. من الذي يضمن لهذا الإنسان أن يعيش حتى يدرك رمضان القادم ليعود إلى الطاعات؟ ثم الطاعة ليست في رمضان وحده، نعم رمضان شهر فيه همة عالية، فيه رغبة عند الناس، فيه قابلية للطاعات، لكن ينبغي أن يكون سبباً في استمرارنا في طاعة الله ودربتنا على قرباتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومما وجهنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. وفي رواية: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه وإن قل. ما حصل يعني عليه الدوام، ما دوم عليه وإن قل. فإذا داوم العبد على طاعة الله وإن كان العمل أقل مما يحصل به الكلفة ومما تحصل به المشقة، ولكن مع المداومة فإن هذا هو الأفضل عند الله، لأن العمل إن قل لكن مع المداومة يحصل منه جبر للنقص، وتكثر الأعمال وتكون أفضل من الأعمال التي تحصل أحياناً وإن كانت كثيرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يبقى ملازماً لطاعته، محافظاً مثابتاً ومثابراً على القرب منه. وأما أن يدخر كل ذلك القرب في وقت معين ثم يعطي كل جهده وكل طاقته في ذلك الوقت يتقرب إلى الله كثيرا، يكثر من الأعمال، ثم بعد ذلك يتراجع، ليس هذا هو الذي يحبه الله. الله تعالى يحب الاستقامة، يحب الاستقامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم وجهنا في موضوع الاستقامة في عدة محاور لا بد من الوقوف عليها. من تلك المحاور أن الاستقامة لا تعني أنك تستطيع أن تؤدي الاستقامة التي هي حق الله، لا تستطيع. فلا تحاول أن تكون العبد الذي أدى حق الله، لن تستطيع ذلك. ولذلك جاء في الحديث كما سبق قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقوا. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا
ولن تحصوا. إذن فمهما حاولت فعليك من العمل ما يمكنك أن تداوم عليه، لأنك إن بدأت واستمررت وأمكنك ذلك فهذا هو المطلوب. وأما إن بدأت واجتهدت ثم لم تستطع الاستمرار فترت، انتقلت إلى مرحلة الفتور ولم تتمكن بعد ذلك، لا تستطيع. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا وأبشروا. إذن فالعبد إذا استقام فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينفعه بهذه الاستقامة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن كلمة جامعة أو عن أمر جامع ينفعه في أمر دينه، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت آمنت بالله ثم استقم. كم منا من قال آمنت بالله؟ كم منا من عمل في الشهر السابق؟ وكم منا من عمل طاعات لكن هل استقام؟ الاستقامة التي هي لزوم الطاعة والثبات على الطاعة، لزوم أن تبقى في رضاء الله، أن تبتعد عن معاصي الله، هذه الملازمة، هذا الثبات على ذلك. كثير من الناس يقول آمنت بالله لكن المشكلة في أن يستقيم. قل آمنت بالله ثم استقيم. إن الذي يكون على هذه الصفة وهي الاستقامة على طاعة الله له من الثمار ولعمله من الفضائل ما ربما يعجز عنه الإنسان. وليعلم الإنسان أنه لا بد من أن يتأثر، لا بد من أن يضعف. الاستقامة لا تعني أن الإنسان يمشي على وتيرة واحدة من الطاعات والعبادات، لا بد من الضعف، لا بد من أن يعثر الإنسان. العبد المستقيم ليس هو العبد الذي لا يخطئ، العبد المستقيم ليس هو العبد الذي لا يقصر، بل العبد المستقيم والعبد التقي ليس هو العبد الذي لا يرتكب أي معصية، لأنه قد يكون من المتقين ولكنه قد يرتكب معصية أو فاحشة أو أي شيء. ليس العبد الذي لا يقع، ولكن العبد المستقيم والمتقي هو الذي يعرف طريق العودة إذا انحرف عن الطريق، هو العبد الذي يثبت على طاعة الله. ولكن إذا حانت له وقعة أو سقطة أو كبوة أو زلة أو عثرة فإنه يمكنه أن يقوم مرة أخرى مستعينا بالله على طاعة الله، هذا هو العبد. وإلا والله تعالى عندما قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفة من؟ هذه صفة المتقين، يعني يمكن أن يقع. إذن فمن كان يتصور أن الاستقامة هي أمر لا يمكن له أن يقوم به لن يحاول. إذا علم من نفسه أنه قد يقصر ويقع وأن الاستقامة ليس معها تقصير أو وقوع لن يحاول. معرفتك بالاستقامة، بحقيقة الاستقامة، وأنها أمر بطاعة الله وترك معصية الله، لكن مع ذلك لا يعني أنك ستصبح معصوما، تكون مستقيما وغير معصوم، تكون مستقيما وأنت تخطئ، تكون مستقيما وأنت تزل. المهم أن تعرف طريق العودة، المهم أنك تتوب إلى الله فورا وترجع إلى الله وتتذكر. والذين إذا أصابهم طائف من الشيطان إذا هم تذكروا فإذا هم مبصرون، فلا بد من أن يعرف الإنسان. لذلك ذكر المحسن، الله عز وجل ذكر المتقين وذكر من المتقين المحسنين، وذكر من المتقين أيضا من وقع لكن عرف الطريق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهنا هذا هو المستقيم، وقع ولكنه رجع، عثر ولكنه وقف، توقف أو سقط ولكنه رجع، انحرف عن الطريق ولكنه عاد إليه. ولذلك سميت أوبة وتوبة وعبدا أوابا.
ويقال فلان آب إلى ربه لأنه حصل منه شيء من التقصير. فبعلم الإنسان بحقيقة الاستقامة يمكن له أن يكون له أمل في أن يبقى مستقيما على طاعة الله مدى الحياة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن لولا الاستعانة بالله، لولا أن الله يعيننا على ذلك، لا يمكننا أن نثبت على الطاعة. ولكن أحيانا بعض الناس ربما يفهم الاستقامة خطأ، أيضا قد يظن أن الاستقامة تضيع عليه أمر الدنيا، الاستقامة تجعله فقيرا، أو أن الاستقامة تجعله يعيش حالة من القلق والخوف. لا، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. العبد المستقيم لا خوف عليه ولا يحزن، وعند الله هنالك البشرى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبالتالي فلا تظن أن هذه الاستقامة تبعدك عن أمر دنياك، ولا أنك أمرت بترك كل شيء في دنياك. هنالك ما أبيح لك، وهنالك ما تعان على تحصيله في الدنيا، وخزائن ربنا ملأ. وأهل الإيمان نصيبهم في أمر الدنيا أعظم من نصيب أهل الكفر، وإن كان في الظاهر أهل الكفر يعني يعطون الكثير، لأن أهل الإيمان يعطون بركة ما بين أيديهم، يعطون القناعة فيما بين أيديهم، يسعدون بالقليل الذي يأتيهم، بينما أهل الكفر لا يسعدون وإن أعطوا الكثير. إذا علم العبد أن رزقه على الله يختلف أمره، أنت غير مطالب بتحصيل الرزق، نعم امشي في أسبابه، لكنك غير مطالب بتحصيله بحيث تقطع أنفاسك لتحصيله. وأما الكافر فليس عنده إلا الإيمان بأنه إن عمل وإن نجح استطاع، وأما العبد المؤمن فيقول: أنا مهما فعلت فإن الله سيرزقني، ولو هربت من رزقي كما أهرب من أجلي، كما أهرب من الموت، لأتاني رزقي كما يأتيني أجلي. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولنتذكر أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد لا ينبغي أن يحرص على الطاعة وأن قرب من الله وعلى رضاه في لحظة ثم يترك، لأنه إذا ترك ربما تأتيه المنية في حال تركه، ربما تأتيه المنية في حال انقطاعه، في حال تقصيره. ولكن إذا داوم على طاعة الله فلا يسيئن الظن بالله، إذا داوم على طاعة الله فليعلم أن الله سوف يقبضه على طاعة بإذن الله. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يبعث العبد على ما عاش عليه، على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. وتذكروا بأن العبد يختم له بخاتمة السعادة أو غير السعادة بحسب الصفحات قبل ذلك. الخاتمة إخواني ملخص لصدق هذا الإنسان، لعمل قلبه، لما قام في قلبه قبل ذلك. نعم قد يظهر للناس أنه مطيع وأنه، لكن إذا كان القلب غير عامر بطاعة الله فالأمر مختلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن كم من الناس من يظهر الطاعة لكن هو يظهر للناس ذلك فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن فالتركيز بالنسبة للاستقامة على أعمال القلوب، على أن نستعين بالله عز وجل لنثبت أنفسنا على هذا بتثبيت الله، هو الأمر الذي ينبغي أن يعتبر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، كيف أو بماذا أستعين؟ ما الذي يعينني على أن أستقيم؟ الاستقامة قد تكون أمنية لكثير من الناس ولكنهم لا يحصلون عليها. العقلاء يتمنون الاستقامة، يرجون حصولها، لكن الموفقون هم الذين يحصلون عليها. كيف أوفقوا إلى ذلك؟ أولا، أن يكون ذلك بالاستعانة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. ربما يقول واحد: اللهم إني استعنت بك، وتمشي الأمور. ليس هكذا المقصود، وإنما استعانة حقيقية، استعانة أنك تذكر أن الله لولاه لا يمكنك أن تتقدم بطاع أو تسبيحة. فالاستقامة منة منه. ثانيا، الشكر على الطاعة إذا حصلت، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثالثا، أن يكون العبد في عبادته يجاهد نفسه. الخطوة الأولى، يعني لا تقول: اللهم اهدني وأنت لا تخطو أي خطوة. كن صادقا، اصدق مع الله، وجاهد النفس، واخطو الخطوة الأولى، تحرك في طاعة الله وإن قليلا، واستعن بالله فهو ييسر لك بقية الطريق. أما بعض الناس تقول له: لماذا لا تفعل كذا؟ يقول لك: الله يهديني، لما ربنا يهديني. هل هو صادق؟ لو كان صادقا فإنه إذا جاع لا يقول: لما ربنا يرزقني، أو لما ربنا يطعمني. ماذا يفعل؟ إذا جاع يركض ليأتي بالطعام. وأنتم تذكرون في رمضان عندما يجوع هؤلاء الناس، كلنا جاع في رمضان، ولكن تجد بعض الناس يأتي من هنا وهناك ويجمع أنواع الطعام، يخزن أكواما من الطعام. لماذا لا يقول: لما ربنا يرزقنا نأكل، لو كان صادقا؟ عندما أعطش لماذا لا يقول: لما ربنا يشربني، لو كان صادقا في كلمة الله يهديني؟ نعم، تريد أن يهديك، استقم وقل: الله يهديني، قل: اللهم اهدني. استقم على طاعة الله، تحرك في طاعة الله، وقد لا يهديك الله. إذن تقول: الله يهديني، حتى يهديك الله. فكلمة الله يهديني إن كنت صادقا يهديك، لكن كيف يهديك وأنت لست صادقا؟ والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا تقدم، تحرك خطوة، غير البيئة التي أنت فيها، هذا يعين. أيضا رفقة، الرفقة الصالحة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تذكر يا عبد الله أن هذا العالم قبل أن يجيء الإسلام كيف كان حاله. إن الاستقامة سبب في استقرار الخلق كلهم، ليس في حاجتك أنت. الإسلام سبب في حفظ الناس، في حفظ أرواحهم ودمائهم. الاستقامة من أهم الأمور التي يعيشها الناس، حتى التطرف الذي نراه الآن وكل الخلق يحاربونه، أهم حرب على ذلك الاستقامة والرجوع إلى الله. ما تطرف من تطرف، ولا أرهب من أرهب، ولا غالى من غالى، إلا بترك الاستقامة والانحراف عنها. الإسلام ليس هو الدين الذي يأتي الناس بالشر، ولا هو الدين الذي يأتي الناس بالغلو والتطرف. وقد عاش الناس في كنف الإسلام قرونا عديدة ما لم يعيشوه في دولة أخرى من دول الحضارات السابقة، وهم يعيشون في كنف الإسلام. قبل أن يجيء الإسلام كيف كان العالم؟ قبل الاستقامة كان الظلم سائدا، كانت عبودية البشر، يقتل الرجل ابنه وزوجه وخادمه من غير حسيب ولا رقيب. القوي يفعل ما يشاء بالضعيف،
ويعبد الناس ما يشاءون حتى يعبد الإنسان منهم أسوأ الأمور وأحقر الأمور ولا كرامة للإنسان. جاء الإسلام فحصلت نصرة الضعيف المظلوم، وحصل ما يسمى بالآن يعرفه الناس بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف والتواصل بين الناس، مجتمع واحد. عرف الناس شيئا عن ما يسمى العدالة، عرف الناس أن رقاب الخلق بيد ربها وحده. صار الإنسان يعاقب على ظلمه، يعاقب على جريمته، بل جاء الإسلام في قلوب الناس حتى جاء الجاني يقول أقم علي الحد. هذا الإسلام ليس فيه ظلم، ليس فيه اعتداء على الدم، وليس فيه اعتداء على العرض ولا على المال. الإسلام هو الذي يحفظ به العالم والناس. إخواني وأختم، إن الإنسان المستقيم في هذه الحياة ييسر الله له أموره ويعطيه ما يريد حسب استقامته، يحصل على الكرامات التي لا يحصل عليها غيره لأنه هو ولي الله المستقيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آثنته بالحرب. هذا المستقيم، حتى الخلق لو أنهم عادوه كان الله معه. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. العطاء من الله تعرفون، ولكن أعظم من تلك الكرامات التي يأخذها نفس الاستقامة، هي أعظم كرامة. أعظم ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده الاستقامة. ولذلك من أعظم أنواع بر الوالدين هدايتهما إلى الإسلام، ثم دعوتهما إلى الخير، ثم أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بأدب حتى يستقيما على طاعة الله. الاستقامة هي أعظم كرامة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا ويكرم أمة الإسلام بالاستقامة على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. اللهم ردنا دينك ردا جميلا، وفقهنا في كتابك، وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمجرمين ومن يعاد من المسلمين. اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين. اللهم فرج عن المضطهدين من المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.